عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنا صالح شيف سنا العبيدي. اليوم راح نسوي لكم الحشوة مع الأفغان اللي يستعملوها الأفغانستان، فتعلمتها من وحدة هنا بصراحة، هي اللي قالت لي عليها، لأن دا أطبخ رمضان وهي اليوم متبرعة بالفلوس مع الأكل، فقالت لي هيك أريدك تسويها. تعلمت الطريقة من عندها. أحتاج الجزر اللي هيك، هذا طول الجزر، شوفوا طول أصبع شوي أكثر، كشمش، واللي هو زبيب بالسوريين الزبيب يصيحوا له، الله يعطيهم العافية. هنا عندنا جودة، هذا جودة من سوريا من الشام، وعندنا هنا أخونا محمد من دير الزور، هم من سوريا، دير الزور من سوريا، وأكثر شيء يكونوا قريبين على العراق، يعني هم حتى لهجتهم مثلنا. المكونات عندنا هذا الزبيب واللي هو الكشمش بالعراقي، وعندنا هنا الماندل اللي هو اللوز، وبالألماني هذا صح له روزين. أوكي، هنا الماندل، هذا ماندل بالألماني واللي هو اللوز، نفس الاسم لوز بالسوري، لوز كله لوز. حلو. أحتاج زبدة، وأحتاج صبغة لون برتقالي، هاي صبغة مع الألوان، ألوان بلون برتقالي، زيت شوية ويا الزبدة، وسكر أحتاج، والملح. راح نقليهم خطوة خطوة وراويكم إياها، خليكم ويانا. هنا الزبدة، وهسه نحط شوية زيت، نحط شوية، أنا أقول لك كافي، نحط بعد كافي. هنا بهالحالة نفس الشيء، طبعاً شيت لحمة مسوي هنا كافي. هسه ننتظرها تموع، ننتظرها تموع ونخلي جزر أول شيء. الزبدة نصها معات، أحط هنا الجزر. جزر نص هنا، أنا طبعاً دا أسوي كمية كبيرة حتى لحق عليها، نص هنا ونص هنا. اسمها بالأفغاني كابيلة تشالاو، كابيلي تشالاو، كابيلي تشالاو، يعني اليوم أكلتو كابيلي تشالاو. يلا نقلبها، الجزر نقلبه، طبعاً الزبدة أنا حطيتها على مود تاخذ طعم طيب. هسه نخليها شويه تذبل ونقول لكم عليها شلون راح تصير ويانا، خليكم ويانا. هسه حاليا نحط رشه اقل شويه، حط كافي، حول هون، حط رشه بعد شوي، ايوه بالضبط، حطه كله عادي. حلو، قلب. هسه حطينا السكر اللي هو الشكر، شوفوا صار تقريبا هو، نقلبه بهالشكل حتى ياخذ شويه الطعم. يلا هسه تعال حول هنا، قلب هالصفحه. حلو، هسه شو نسوي؟ نحط الملح، جيب الملح، الملح خلاص تركي. شوف الملح نحطه شويه، حط هنا ملح بيدي، حط شويه ملح وهنا شويه ملح، الشكر يكون اكثر من الملح. اوكي، هسه نقلبها، ايوه قلبتها، قلب هاي الثانيه، نقلب هاي الثانيه همين. حلو، هسه شو نسوي؟ نحط الكشمش اللي هو الزبيب، حط الزبيب نص بنص، نص هون نص هون. حلو، حطه هون كمل، ايوه ايوه، حلو حلو حلو. هسه قلب، قلب بالعراقي وبالسوري، قلب 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 خيو، قلب ما حاسس على السوري. ايوه يلا، هاي هنا الثاني، اخر راي قلب هنا. يلا هسه حاليا نحط اللوز، نص هنا ونص هنا، نص نص، بعد بعد شوي، ايه كاف، جيب احطه هنا. يلا قلب معلم، قلب، قلب 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 السوري، ايوه قلب قلب. شباب الله يعطيهم العافيه، رمضان راح تاخذ شهاده سوري. انا ما اخذها يابا، ترى انت شفت بحلب 4 سنين بحلب، واشتغل مطعم حلب، ايوه ارقى مطعم حلب، هي رهيبه، الله يذكرها بالخير من وجه حلب. يلا حول هنا، نقلبهم. حلو،
هسه نخلي شوي يتقلب وياها ونخلي اللون اخير شيء. هاي هسه حاليا حطينا صارت نسوي هاي الصبغه. لا كافي 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 هاي قويه. هاي الصبغه شوفها فرها، خلي شوفوا الصبغه. هاي الصبغه راح احطها هنا طبعا قويه تصير هي هاي. يلا حول هسه انا حول هناك اخبط. حلو كاف كاف. راح احط اضافه من عندي هيل. هال جيب الهال. الهيل راح احط من عندي. قلبها على السريع كلها تاخذ لون. اذا ما هي راح احط لها بعد شوي شوي نص هون نص هون. اي هذا نص هون كافي. حط الباقي هنا. هذه هيل من عندي انا حطيتها اضافه يعطي طعم اطيب. حلو قلبها خلي قلبها. طبعا ريحتها صارت طيبه هسه. اي معلم حاليا كلش طيبه ريحتها واللوز صار عندي. المهم هذا نحطها وين؟ فوق الرز يحطوها. شلون احنا عندنا التاتشينه نحطها فوق الرز ويا الشعيريه، بس هنا ماكو. الرز مالتهم نفس الرز البرياني مثل مالتنا، وبس بالاضافه ما يضيفوا له لون جوزي. صبغه هم جوزي يضيفوا له، انا ما حطيت له صبغه جوزي. فهذا هو اللي يكون الفرق بيناتهم. فشو نقول لكم؟ نقول شباب لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك. تحياتي لكم شيف سنان العبيدي، انا والشباب جودة هنا، واهلا محمد هنا من المانيا من داخل مسجد ماربورغ. هذا جديد المسجد مالتنا. يلا السلام عليكم.